معايا على الخط الدكتور محمد الشحات رئيس هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. عندك ايه مشكله علشان يسمعها هو على الهواء؟ في عندنا مشكله يا دكتور محمد. ايوه انا برحب بحضرتك. ازيك يا دكتور محمد؟ برحب بيك وبضيف الكرام يا الله يخليك يا فندم. الاستاذ الدكتور محمد الشحات رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه المسؤوله عن ولايه معظم الاراضي المملوكه للدوله. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك معايا ضيف الحاج ناصر عبد الوهاب، هو احد كبار المصدرين ويملك محطه تصدير كبيره. هو النهارده جاي بينقل هموم المصدرين على اساس ان احنا ازاي نضاعف صادراتنا، فعنده مشكله تخص الهيئه، حضرتك اسمعها منه. اتفضل. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد وسعداء بسماع صوتك. حضرتك في احدى الزملاء في صاحب محطه عنده محطه مقامه على الارض 30 فدان، هو عامل محطه حوالي 4 فدانين، فوجئ بقرار من الهيئه انه فسخت العقد معاه، كان عامل عقد معاها ودافع ثمن الارض ومرخص رخصة بناء ورخصة تشغيل وكل الرخص معاه وكل مستند معاه ومدخل كهرباء رسمي وكل حاجة، فوجئ انه الهيئة فسخت العقد لانه هو عمل تقريبا جملون صغير تمديد المحطة على اساس يوسع صادراته، فقدم طلب للتقنين، قدم طلب للمصالحة ومع الاسف ما فيش حد استجاب له، واخر حاجة تبين قدم طلب لوزير الزراعة ولغاية الان ما استجابلوش، وفي برضه زملاء اخرين عاملين تصالح مع الاملاك ودافعين التصالح ولغايه الان ما اتموش لهم التقنين، وهي برضه مشاريع زراعيه مقامه على اراضي زراعيه صحراويه، مش اراضي زراعيه من بتاعت الدلتا، اراضي زراعيه صحراويه، ولغايه دلوقتي معطلين التقنين بتاعهم مش عايزين يقننوا المشاريع دي، فعايزين من سعادتك يعني دعم للمشاريع دي على اساس ما توقفش، يعني محطه زي دي بتشغل لها حوالي 700 عامل وبتصدر بحوالي 100 مليون ل 150 مليون، لما تتوقف يعني دي هتأثر على الصادرات. تمام. فعايزين يعني مساعدة سعادتك وحل في المواضيع دي وسرعة التقنين للأراضي الأخرى اللي متصالحين فيها مع الدولة. طبعا أنا بقدر مجهودك ومجهود قيادة مصر الزراعية لأنها بتمثل حياة المستثمر وحياة المزارع المصري في مصر. واحنا كده بنشتغل تحت عباءة واحدة من أجل الاستثمار وزيادة المستثمرين وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وزيادة التصدير. صحيح. الحمد لله الهيئة إذا كان أحد الزملاء أو المستثمرين عنده ما يثبت إن أنا قفلت له مصنعه أو قفلت له المحطة بتاعته يتفضل يجيب لي الحاجات دي كلها. الهيئه لم ولن تقفل اي محطه فرز وتعباء او مصنع اطلاق، بالعكس ده احنا بنديهم برغم هم مخالفين بنديهم ترخيص سنوي لحين توفيق اوضاعه مع المحافظه او مع اي او مع اي عمل التنميه الصناعيه، احنا بنساعدهم وما بنوقفش ضد حد. ولكن في هناك بعض الناس يعني مش عاوز اتكلم يعني عشان كلام ما يتخش عليا في الاعلام، ان بعض الناس بتحب تهدم هذا الموضوع وبتسلك سلوك غير وطني وبتدمر الارض الزراعيه تحت مسمى انشاء محطات تعبئه وفارز ومصانع. احنا ضد الناس دي يا دكتور، وتغيير معالم الارض الزراعيه كلها. احنا بنلاقي بندي تصريح طبقا للمصنع قد ايه مساحته، قد ايه طبقا لمقارنات قد ايه، طبقا للاستراتيجيه بتاعته، طبقا اللي بنسميها الجدول المشروع، وبياخد تصريح من الهيئه العامه للتعمير لحين توفيق اوضاعه مع الهيئه العامه للصناعه. لكن انا لو في حد عنده وفي ما يثبت وانا على الهوا اهوت ما يثبت اللي انا قفلت مصنع او قفلت محطه تعبئه هو اتفسخ العقد. دكتور محمد هو بيتكلم عن اقرار بفسخ العقد، عقد الملكيه او عقد الشراء من الهيئه لارتكاب المخالفه البسيطه دي. هل ممكن حضرتك ان هو يجي لك بفسخ العقد؟ لا، احنا بنبكي على المصنع ككيان وتشغيل وكل حاجه، ولكن صاحب الاساس صاحب الارض الاساسي اللي هو باع الارض للمصنع احنا ما بنديش متمصنع خالص، احنا بنتعامل مع صاحب الارض اللي هو حولها من ارض زراعيه لخرسانات مع الابقاء على المصنع، بنكرر المصنع وبنعمل له ترخيص وكل اجراءات. اما الجزء الباقي من الارض دي بتتعامل مباشره مع صاحب الارض اللي هو غير معانا.
طب اذا كان صاحب الارض هو صاحب المحطه، هل في امكانيه لانه يجي لحضرتك؟ لا يا فندم، لا يا فندم، لا، هذه الحاله بالذات انا فاكرها كويس جدا. صاحب الارض ليس هو صاحب المصنع، صاحب المصنع ناس جنسيه اجنبيه يونانيه، وصاحب الارض مصريه، يعني الموضوع كده يعني في شك قانوني يعني. الموضوع ده في مدينه السادات يا دكتور محمد؟ ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، وكان عندي امبارح يا فندم احنا متابعين كل حاجه على ارض الواقع هناك. هو بالعكس مدينا لهم سنه عشان يستمروا في شغل المصنع لحين توفيق اوضاعه مع الدوله. طيب يا دكتور انا بشكر حضرتك، لكن حضرتك طبعا استاذنا وعارف ان احنا طول عمرنا بننادي بانشاء محطات تجهيز الصادرات والتعبئه لكل المحاصيل في اماكن انتاجها، انشاء صوامع الغلال في اماكن انتاجها، وده بيقلل الهدر وبيرفع القيمه الاقتصاديه المضافه لحصيلاتنا الزراعيه. فانا بشكر حضرتك. نتعاون مع المشاريع الجاده يعني. اه يا ريت حضرتك، انا متاكد، ما انا ليه قلت لك انا اتصل لك بالدكتور محمد، انا متاكد ان في مخالفه. وجزا الله خير. لا يمكن، احنا بس عايزين نحاول نحل المشاريع الجاده يعني، نحاول نساعدها. احنا مع الدوله ومع القطاع الزراعي، هي المنبر بتاعنا اللي بتوصل صوتنا لكل اخواننا المزارعين والمستثمرين، بس بتوصله بصوره صحيحه وواضحه، والسبب الروسي ده يعني علم من اعلام الاعلام في مصر ويوضح الصوره كما هي. اشكرك يا دكتور. اول حاجه ينقل الصوره من المزارعين، ينقلها بالظبط كما على الطبيعه، ما يحرفش في يعمل سيناريو يبين نفسه اللي هو ضحيه والدوله هي اللي جاني عليه. اشكر حضرتك يا دكتور. الله يخليك يا فندم. شكرا جزيلا.